بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخذنا ولله الحمد والمنه شيء مما يتعلق بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصلنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم التقى بنفر في بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، من الأوس والخزرج وهم الأنصار، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته إذا هاجر إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. Vi kom fram till att där den utgick där från staden att träffade ett par personer från sexfotklarna Aus och Khazraj. Och de la ett godsiget för profeten Sala Sallam att de ska bli profeten Sala Sallams anhängare och stödja honom när han skulle komma till mig. Hassan, anna qabla hijrat al-Nabi Sala Sallam vid 3 år, kanet intiqal rehlat al-Isra wal-Mi'raj, yani intiqal al-Nabi Sala Sallam min Mekka إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماء، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة المفروضة. هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين. نعم. 3 år innan profeten صلى الله عليه وسلم emigrerade till Medina så hände det här med som vi som heter Isra och Mi'raj, där profeten صلى الله عليه وسلم färdades från Mekka till Al-Aqsa-moskén och därifrån till Allah subhanahu wa ta'ala, och där bönen återhördes och bönen blev obligatorisk. Och profeten صلى الله عليه وسلم bad bön som blev obligatorisk i 3 år i Mekka innan han emigrerade till Medina. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه مهاجرين إلى المدينة. نعم. Profeten صلى الله عليه وسلم tog med sig سيدنا أبو بكر som följeslagare när han skulle emigrera från Mekka till Medina. وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه في بيت علي رضي الله عنه حتى يرجع الأمانات التي كانت لديه عليه الصلاة والسلام لكفار مكة، مع كفر هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعناد والاستكبار، ما استطاعوا ان يضعوا اموالهم الا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاه والسلام لم ياخذ منها شيء، حتى عندما اراد الهجره ابقى علي رضي الله عنه في فراشه حتى يرجع لهؤلاء اموالهم، وهذا فيه ايضا شجاعه علي رضي الله عنه انه بقي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Profeten صلى الله عليه وسلم hade hos sig pengar som kuffar hade lämnat hos dem. Hade inte någon annan som de kunde lita på för att lämna pengarna hos, utan kuffar som stred mot profeten صلى الله عليه وسلم litade inte på någon annan. Så att en del av de kända kuffar hade pengar hos profeten صلى الله عليه وسلم. Och profeten bad sina män sova på hans profetens bädd. För att när, efter att han har emigrerat så skulle Sayyidina Ali lämna tillbaka de här pengarna till de som hade ägt, alltså till sin, alltså ägarna till de här pengarna. نعم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر رضي الله عنه إلى المدينة. أول ما بدأ به قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد. مسجد أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء. ولهذا كان له أجر أن من خرج تطهر ببيته ثم أتى إلى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان له أجر عمرة. نعم. Och som vi sa, det första som när Abu Bakr sina ambassadörer kom fram var att de byggde den första moskén i islam, och den första moskén i islam ligger i Kuba. Och profeten sa som säger att den som gör 2 hemma får gå till Kuba moskén och gör 2 rakat. Räknas detta som att han har gjort en omra? نعم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من قباء إلى مكان المسجد النبوي وبنى عليه الصلاة والسلام والصحابة وضع عليه هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبنى بجوار المسجد حجرة لسودة وحجرة لعائشة رضي الله عنها. نعم.
Och efteråt så gick profetens Medina, och där byggdes Medina moskén, och vid moskén så byggde profetens salsen två rum. Ett rum till Sauda, som är profetens salsens hustru, och ett rum till Aisha. Och här är al-ghurfa, قلنا لا تتجاوز مترين في ثلاثة أمتار لم تتغير منذ أن بناها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله بعد أن جاءت الأموال وكانت الفتوحات لم تتغير هذه الغرفة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الدنيا وما أراد شيء من هذه الدنيا ولا بد أن يكون هذا حالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أنه لا بد أن يكون غرض المسلم إرضاء الله سبحانه وتعالى والزهد بما في الدنيا بما في هذه الدنيا والآخرة خير لك من عرض. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في هذه الدنيا عبد ولم يختر عليه الصلاة والسلام أن يكون في هذه الدنيا ملك من ملوك الدنيا وله الأموال. نعم. أوكي. De här två enkla rummen, 2,3 kvadratmeter var rummen. Och efter att det gick bra för muslimerna och muslimerna fick pengar och staten blev rik, så förändrade inte det här profeten sa sedan och han inte gjorde så att rummen skulle bli större eller bygga ytterligare rum. Och detta beror på att profeten sa sedan valde själv att leva som en tjänare och inte som en kund. Och profeten sa sedan valde att leva det här enkla livet och han var så ödmjuk och så enkel så att han inte liksom längtade efter eller ville leva ett lyxigt liv. فلما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة أمر عليه الصلاة والسلام بالأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والزكاة في الأصل هي فرضت بمكة لكن مقدار الزكاة وغير هذا كان بالمدينة. نعم. Jag är värd en hijra. Och efter att riket etablerades så började Allah SWT beordra profeten Sallam att göra adhan, bön och tro. Och när det var dags att vända så skulle de råda på bönen. Plus att beordra till det goda och förbjuda det onda. Och sen det här med att betala allmosan och alla dessa detaljer kom i Medina. Nurid al-Nadhkur باختصار غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بديل نمنا فرصة دون فيكسون بروفيت صلى الله عليه وسلم سكالس في غزوة. أهم الغزوات على ما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أهم الغزوات بدر. نعم. لأنهم فرنسدا أو بيكتيكاست غزوات كيجن أر ابن القيم سير أر بدر. وأحد وكذلك الخندق وتسمى الأحزاب والخندق الذي كالس في الأحزاب وكذلك لدينا فتح مكة وخيبر وغزوة تبوك وحنين. هذه السبع غزوات هذه أهم غزوات يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. ابن القيم سير دم هاي غزوات كريمين ادم بي ويكتي اصلا. قاتل الملائكه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عليهم في بدر وفي الاحزاب التي هي الخندق. نعم. انجلنا سرير من النبي صلى الله عليه وسلم وبدر كريمين وخندق كريمين. نعم. نريد أن ننظر في هذه الغزوات وفي غيرها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم فيها. نعم. في بنتي تنام عليه وفي بوسي تمهاد كيين وكيبات رفض صلى الله عليه وسلم وفي لسنا يود تقدم قليل كم نعم. نعم. كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات والسرايا التي يعني كان يخرج فيها الصحابة رضي الله عليهم ولم يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الغزوات والسرايا عندما جمع العلماء عدد القتلى من الكافرين وجدوا أن عدد القتلى لا يتجاوز 1000
أو 1200 قتيل فقط في كل الغزوات من الكفار. لو تحسب عدد القتلى من الكافرين في هذه الغزوات كلها، الغزوات وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها أن لا تتجاوز 1200 قتيل من الكافرين. ولو تنظر اليوم في بعض الحروب التي كانت من الكافرين، تجد أن هذا عدد القتلى قد يكون في دقائق. هذا معناه أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن للقتل، كانت هي حتى تكون كلمة الله هي العليا ولنشر الدين الإسلامي. Och när man tittar på siffror, dödssiffrorna under alla dessa krig och stridit mot kuffar, så hittar vi att det inte går över 1200 personer under alla år och alla krig. Och i dagens krig så kan detta antal 1200 personer dö genom kanske en enda bombning eller liksom inom några minuter så kan dessa personer dö. Den här siffran är liksom kan man komma upp väldigt enkelt till. Så det innebär att alla, under alla dessa år, alla dessa krig som profetstasen har varit med, det har inte syftet, har inte varit för att döda. Det är inte det som har varit syftet, utan det är för att få Allahs ord högst upp. لو تنظر في كل الغزوات لن تجد أن الصحابة رضي الله عليهم قتلوا مرأة واحدة أو طفل واحد أو شيخ أو عابد أو مريض أو مجنون. Under alla krig föddes slavarna från profeten som dödade en kvinna, ett barn, en äldre man, en utvecklingsstörd, en person som var i ett tempel och dyrkade. وإن وجد شيء من هؤلاء القتلى قد تجد مرأة واحدة قتلت، إما أنها قتلت بالخطأ أو أنها كانت يعني غير مقصودة بالقتل، إن وجد هذا، وإلا فلن تجد شيء. ولو يذكر بعض الناس واحدة قتلت، هذا لا يعد شيء بما تراه اليوم من القتل للأولاد والنساء والشيوخ والعباد والمرضى والمشايخ. نعم. Även om det skulle förekomma kanske att en stak eller en enda kvinna har dödats under alla dessa krig, så kan det vara antingen inte varit med avsikt eller det har varit helt enkelt fel. Där liksom man har inte menat att döda den här kvinnan och hon har död. Men om du skulle hitta, vilket alltså, annars du hittar inte, men om du skulle hitta. Men här i dagsläget ser vi liksom många kvinnor och många störda folk som dör, som är liksom oskyldiga egentligen, som dödas i onödan. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار بعد أن يمكن الله سبحانه وتعالى منهم، ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ När kriget var över och profeten sa som fick seger, vad brukade profeten sa som göra med de kuffar? كان يخير الكافر أن يسلم أو يقيم تحت الدولة خلافة الدولة المسلمة ويدفع الجزية. نعم. Och folket fick två val, antingen gå in i islam eller att stanna kvar vid sin religion fast betala jizya. نعم. ثم إنه كان دخول هؤلاء للإسلام كان مما يرى هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم. وفوق البريد أكسبتين إسلام نادم صور بروفيت صلى الله عليه وسلم وفلس فوقنا هدهم بهاملة فوق إذن دار ستابنا أو كبيرنا صلى الله عليه وسلم. ثمامة رضي الله عنه قبل الإسلام كان سيد في قومه، أمسكوا الصحابة رضي الله عليهم وأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في سارية من سواري المسجد. نعم. ثمامة تكسبت بوعي الليدر في سين كلون هم تلقونا توكس وكي هم تدس دي المدينة وتقن صلى الله عليه وسلم دي فاست وانو بيدي هم كلا لي مسكين. لماذا حتى ينظر في ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؟ نعم. Profeten sa sen vill visa Thumama vad de gör i moskén.
وكان في كل يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة يقول ماذا لديك يا ثمامة؟ نعم. قال دو بيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنة صار فهادو في نونتين ثمامة. فكان ثمامة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو تقتلني هناك من يأخذ بذلك ويقاتلوك من أجل قتلي، وإن تنعم تنعم على شاكر، قال إن تتركني هكذا بالمجان فأنا أشكر لك هذا الصنم، وإن تريد المال فسل منه ما شئت. نعم. Och då svaret från Samana var till profeten sa sallam, om du skulle döda så det finns det mycket annat, folk som ska hämnas för min skull. Och om du skulle släppa mig fri så skulle du få, så skulle jag vara tacksam för detta jättemycket. Och om du skulle vilja ha pengar så får du be om hur mycket pengar du vill ha. Han frisläpptes. فخرج واغتسل وتنظف ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. نعم. Han gick ut från moskén, tvättade sig, byggde om kläderna och kom tillbaka och sa förläste trus bekännelsen. حتى كان الواحد من الكفار يرجع ويتمنى أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رقيق أفضل له من الحرية كلها. نعم. مثل ما حصل مع زيد رضي الله عنه. نعم. The fancy folk some was slaver, and they wanted to be slaver. And for the Prophet صلى الله عليه وسلم, they wanted to be freed from slavery, some سيدنا زيد for example. هذه هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. لابد أن نتعلم هذه الغزوات وأن نعرف أن هذا الدين الإسلامي لا يعني يجبر أحد على الدخول فيه، لكن لابد من الدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا الدين وتعليم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نعم. So that was like some Prophet صلى الله عليه وسلم for Allah's good or for the spread of Islam something. Profeten Salasen har inte tvingat någon att gå in i islam med våld, utan alla som har gått i islam har gått in med egen vilja, med acceptans och övertygelse. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره فيها عمر. وكل هذه العمر كانت في شهر ذو القعدة. نعم. Och de hade dessa عمره var i ذو القعدة المرات. وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وتسمى هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها لعل ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. وسنت كيست من سيستا الحج أن هذا حج صم فضل صلى الله عليه وسلم وده هذا كارس في فافيل حجة وصدى فضل صلى الله عليه وسلم تلف المسلمين من سيستا. نعم. أيضا ما يكون من أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. في هذا المجلس سوكم يفور من أولئك أهل الأولاد دارهم أنت كاشف كم تفهم بروفيسور صلى الله عليه وسلم دار في بروفيسور في ليه فور فرام بوتسكوب في مدى الإسلام يوسف في هذا السجن. نعم. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن إلى الإسلام وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى قومهم منذرين معلمين وداعين إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكبروفيسور صلى الله عليه وسلم قال لابن جن وكفمد الإسلام وبرزدهم إسلام سبوتسكوب وسند هذا الجن إيك تسيد سيد فوق وبيلت أوكسو لسبريدا إسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم خلق البريف تيل كمنا وشيسنا وكدهم صفانس يقولك لندر وطقرين وكلا لهم في الإسلام. وحصلت الفتوحات وبخاصة ما كان من فتح مكة ورجوع مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة
فاتحا منتصرا دخل عليه الصلاه والسلام مطقطقا راسه متواضعا عليه الصلاه والسلام. وكان عندما صعد على الصفا في الحج عليه الصلاه والسلام كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك، اي لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وله الحمد بان مكه عادت الى النبي صلى الله عليه وسلم واصبحت بلد اسلام لن تقوم الساعه. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده، انجز وعده. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. ونصر عبده، يقول هذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم، نصره الله سبحانه وتعالى. والنصر من عند الله، تبرى من حوله من قوة عليه الصلاة والسلام. وهزم الأحزاب وحده في غزوة الخندق عندما تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم. Och då började islam sprida sig och länderna öppnades och man gjorde eller Makka till exempel, och Makka blev muslimsk för gott. Och profeten sa sedan när han skulle gå till Safa, han liksom var väldigt ödmjuk och tacksam för Allah subhanahu wa ta'ala och tittade nedåt och bekräftade det och sa trosbekännelsen la ilaha illallah, och sen sadaqa wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala höll i sitt löfte och förverkligade löftet, och Allah subhanahu wa ta'ala besegrade de ahzab, de många grupperingarna som kom för att kriga mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Allah gjorde detta själv och Allah gav seger till sin tjänare, det vill säga profeten sallallahu alaihi wasallam. هذا الدين وأرسل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. نعم. Och började skicka föreslagare till olika delar som sina معاذ han som skickades till Yemen för att också sprida islam och berätta om islam. فعندما دخل الناس في دين الله أفواجا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الأجل وبقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم حصل. نعم. Och då började det som sagt folkmassor komma i islam samtidigt tillsammans. Och då började det profeten sallallahu alaihi wasallam folkmassor närma sig, eftersom då har profeten sallallahu alaihi wasallam fullgjort där och gjort färdigt sitt uppdrag. Marida an-nabi alaihi salatu wassalam. Profeten blev sjuk sallallahu alaihi wasallam. Thumma أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام. نعم. وخذ من لبنان وكان عليه الصلاة والسلام في حياته وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس كان يحذر الناس من الوقوع في الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم. Fem dagar, profeten sa han förstod att han kommer som sagt gå bort, och fem dagar innan började han varna extra mycket för att de skulle hamna, muslimerna skulle hamna i kyrkan. Och kan alaihi salatu wassalam, yani waqt, had waqt al-marad, kan alaihi salatu wassalam ista'zan zawjatu alaihi salatu wassalam fi an yabqa fi bayt Aisha radiallahu anha. Na'am. Medan profeten sallallahu alaihi wasallam var sjuk så bad han tillåtelse från de andra fruarna om att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle vistas i Sayyida Aishas hus medan han var sjuk. Och efter att han hade tillåtit Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 år och akbar Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha ad-din wa adda al-amana nasah al-umma wa ballagha wa jahada fi Allah haqqa jihadi. Na'am. Profeten sallallahu alaihi wasallam fyllde 63 år och gjorde sitt uppdrag och gjorde det Allah subhanahu wa ta'ala skickat honom för. واختار النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. Och han fick välja om han skulle leva vidare eller han skulle gå tillbaka till Allah, och han valde att gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. توفي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Profeten sallallahu alaihi wasallam gick bort. وهو عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر. نعم. Och han är en människa och det är ju samma regler som gäller för alla.
ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه الحجرة قطعا كانت خارج المسجد النبوي. نعم. Och profeten sallallahu alaihi wasallam avled i det rum som är till Sayyida Aisha, och detta rum är helt säkert att det är vad det var utanför moskén. وصلّى الصحابة رضي الله عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Och följde slavarna gjorde salat al-janaza för profeten sallallahu alaihi wasallam. ثم أن أبو بكر رضي الله عنه عندما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وقبل بين عينيه وثم خرج إلى الناس. نعم. سيدنا أبو بكر لما كان يقول للبروفيت صلى الله عليه وسلم هذا الوقت كان يكيني رمت وشيست البروفيت صلى الله عليه وسلم وسنيكي عبدتي بفوقت وصعد على المنبر لأنه علم أنه لابد في هذا المقام أن يقوم الصديق رضي الله عنه أن يتكلم حتى لا يحدث شيء من الفتن أو غيرها. نعم. Och den här stunden var väldigt viktig att någon skulle tala och illuminera muslimerna. Och då var det Abu Bakr رضي الله عنه som skulle göra det här uppdraget. Han gick på minbar och började tilltala folket. وكان يقول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه كان يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم. Och سيدنا أبو بكر sa de som dyrkade Muhammad så har Muhammad gått bort, men de som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala så är Allah levande och inte död. Och سيدنا أبو بكر رضي الله عنه började citera den här versen där Allah subhanahu wa ta'ala berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam är en tjänare, om han skulle dö eller dödas skulle muslimerna liksom lämna islam för det. واجتمعت الأمة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Muslimerna var eniga om att ge trosed till سيدنا أبو بكر efter profeten صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا كانت البيعة لعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وكيف تصور سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي؟ نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأن يسقنا من حوضه من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام ومن يديه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.